أريج أولى محطاتنا لليوم عن إنجاز علمي سوري بشكل علامة فارقة تضاف إلى سجل الإنجازات العلمية خلال سنوات الحرب على بلدنا، لما قدرت تكون حاجز أمام العقول السورية الشابة اللي بقي هدفها الأساسي العلم والإبداع والابتكار. أولمبياد الروبوت العالمي بسان خوسيه بكوستاريكا، واللي حمل عنوان التنمية المستدامة والاستفادة من الطاقات البديلة، هو إنجاز علمي مهم. رح نخوض أكثر بتفاصيله اليوم ضمن مساحتنا الصباحية مع الدكتور مهيب نقري، المشرف على الفرق السورية المشاركة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير. يسعد صباحك والحمد لله على السلامة، وأهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي عن مشاركتكم الأخيرة بيمكن الأولمبياد الريبوت، وقديش فعلا كنا عم نحكي تحت الهواء قبل ما نبلش، المشاركة اليوم ضمن ظروف الحرب يمكن إلى طعم آخر وإلى خصوصية أخرى. صحيح، طبعا هذه المشاركة هي المشاركة العالمية الثالثة بشكل رسمي بعد ما انضمت سوريا لعضوية منظمة أولمبياد الروبوت العالمي. أول مشاركة كانت بروسيا 2014، بعدين شاركنا بالهند، طبعا في إحدى السنوات ما شاركنا كانت المشاركة بقطر. المشاركة بالهند العام الماضي كان فيها إنجازات كتير كبيرة لأغلب الفرق السورية. الحمد لله هاي السنة كمان شبابنا يعني كمان أبدعوا وكرروا الإنجازات، مثل ما حكيت رغم ظروف الحرب، رغم الصعوبات اللي عم نواجهها بشكل كتير كبير، لكن يعني الشباب السوري قادر على التألق بالمجال العلمي والإبداعات العلمية. يعني كيف بيتم دكتور اختيار المواضيع يلي رح تشاركوا يلي شاركتوا فيها ضمن كمان العنوان يلي تم طرحه؟ نعم، طبعا هي المسابقة تتبع لمنظمة أولمبياد الروبوت العالمي، سنويا تقام في إحدى الدول المنتمية للمنظمة. حاليا المنظمة فيها 66 دولة، خلينا نقول أغلب دول العالم المتقدمة علميا، خاصة من دول آسيا. بنعرف الروبوت هو يعني اهتمامه أكثر يابان، تايلاند، تايوان، روسيا، فكل سنة الدولة المستضيفة هي بتنتقي العنوان اللي هو بناسب البيئة أو بناسب خلينا مكان نقول مكان الهدف. فبروسيا مثلا كان شيء بتعلق بالروبوت والفضاء، بالهند إعادة تدوير النفايات، هاي السنة كوستاريكا لأنه هي من أفضل دول العالم بتحقيق التنمية المستدامة. كوستاريكا طاقاتها كلها هي تعتمد على الطاقات خلينا نقول المتجددة، ما عندهم شيء خلينا نقول فيول وقود كلياته، هذا هن من الدول اللي مشهوره عالميا بمجال استخدامات البيئه والطاقات المتجدده، مشان هيك كان عندهم عنوان التنميه المستدامه. المواضيع هي بتشمل المسابقات، ففي مسابقات نظاميه بيكون الطلاب على الفئات العمريه المختلفه، ان كان فئات ابتدائيه او اعداديه او العليا. الاعمار من قديش لقديش تقريبا؟ حاليا ابتدائيه من 10 سنوات لل 13، الاعداديه من 13 ل 16، والعليا من 16 ل 19 سنه. طبعا في عندنا الفئه الجامعيه كمان شاركنا فيها، هي لحد ال 25 سنه. هي السنه مثل ما حكينا هو موضوع التنميه المستدامه، تقريبا شارك بالمسابقه حوالي 2500 مشارك. عم نحكي على 22,000 فريق حول العالم تنافسوا لوصل 400 فريق بكوستاريكا، فطبعا فينا نتخيل قديش حجم المنافسه وقديش الفرق. رقم كبير يعني منه قليل الرقم، لما تقول 22,000 ويتاهل 400 فريق فهي في تحدي، ونحن عم نحكي عن يمكن بلاد تعيش احسن الظروف، تختلف عن البلاد اليوم، بلاد فيها ظروف استثنائيه وصعبه، في حرب، ورغم ذلك في انجاز علمي عم يتحقق. يعني نحن عم نقول اليوم مشاركتكم للمره الثالثه، احد البلدان ما قدرتوا تشاركوا فيها لانه ممنوع يدخل السوري لهنيك، في حصار، ما عندك فيزا، ما عندك يعني في عندك دائما عوائق، رغم هيك نحن عم نتجاوزها وبنكمل. يعني خليني اقول وقت صار في اجتماع الممثلين الدول بالمنظمه، فسالني الروسي انه انتم الممثل الروسي قديش عدد الفرق اللي بيشاركوا بالمسابقه الوطنيه، قلنا له حوالي 70 75 فريق. قال نحن بروسيا 4000 فريق بيتسابقوا ليوصلوا للمسابقه العالميه وعم تنافسونا، فشو هالجوده يعني بانتقاء الفرق. فعليا الحمد لله يعني وقت بنشوف الشباب عم يتنافسوا، خاصه نحن الوحيدين تقريبا هي السنه طلعنا على المنصات التتويج بين الدول العربية، عدد الدول اللي وصلت للمنصة ما بتجاوزوا الست سبع دول، وسوريا بيناتهم، هذا فعلا إنجاز كتير كبير وإنجاز يعني يتكرر. لما بنقول والله أخذنا مرتبة ثالثة على العالم بأصعب الفئات اللي هي فئة المشاريع المفتوحة للأعمار العليا، الفئة العليا،
أخذنا بالفئة الجامعية المرتبة الرابعة على مستوى العالم، وهن كانوا كثير قريبين يعني بشكل كثير نقاط بسيطة كثير تفصلون على الثالث، وحتى فريقنا اللي أخذ الثالث كان بسيط كثير عن الفريق الألماني نقطتين كان بيوصل للمرتبة الثانية. يعني إنجاز علمي متطور، ودائما سوريا عم تسعى أن تواكب كل التطور، والفرق العلمية تكون مشاركة بالخارج، حتى مو بس يمكن نور بعدد الفرق المشاركة، كمان يمكن دكتور بالفترة الزمنية والسنين، يعني نحن مثلا داخلين على هذا المجال ما صرنا زمان وعم نشارك للمرة الثالثة فقط، لكن بعض الدول عم تكون مشاركة يمكن لعشرات المرات صار له زمن طويل بهالمجال، كمان نحن دخلنا جديد وحققنا انجاز. نعم. صحيح. يعني فعليا المسابقات بلشت ب 2004 بتايلاند او سنغافوره. نحن بعد 10 سنين شاركنا بهالمسابقه قدرنا ناخذ مقعد بالمنظمه العالميه بالروبوتيك. باول مشاركه اخذنا الخامس على العالم، فكان فعلا انجاز كثير كبير. الشيء كثير مهم بنشوفه بعيون شبابنا وبعقولهم فعلا المهمه قديش هن بيحبوا يجيبوا نتيجه. يعني كان معنا ضمن برنامج صباحنا غير مجموعه من الشباب اللي كانوا مشاركين، بتشوف الفرحه بعيونهم قديش فرحانين انه عم ينجزوا بامكانيات بسيطه، قديش في عندهم تحدي ومسؤوليه باعمار صغيره. صحيح. مو تحيز للسوري اليوم. صحيح. نحن كمان عم نقول عم ابداع، لما تقول انت على مستوى العالم، يعني ما عم تقول على مستوى الوطن العربي او على مستوى قاره معينه، يعني عم تقول على مستوى العالم لما نحقق انجاز مرتبه خامسه او ثالثه هذا انجاز. صحيح. لما تشوف العلم السوري اليوم عم يرفرف يمكن باهم المحافل الدوليه ورافع اسم سوريا، فاكيد هذا انجاز نحن بنفخر فيه، فتحيه لكل القائمين على هي الاولمبياد من الكبير للصغير، نحن دائما فخورين فيكم. شكرا كثير لك. فعليا وقت اللي عم نحط بهدفنا انه ننافس على المستوى العالمي، فرقنا عم تطلع هي عينها على المركز الاول. بصراحه اكثر من فريق كان هو هدفه وطموحه المركز الاول. السنه الماضيه الفريق اللي اخذ المرتبه الثالثه من المركز الوطني للمتميزين كان باخر ثانيه هو الاول على العالم، كان عم بينافس الياباني، عم ينافس المصري. هذا كثير مهم، يعني لما شبابنا بيكون عندهم ثقه انه هن مانن ابدا بمستوى بعيد عن الفرق اللي هي بدول متقدمه اللي متاح لها كل الظروف كل التجهيزات. نحن عدد التجهيزات كثير محدود، يعني كثير عالي، عم نحاول نامن بكثير مساعدات. السيده الاولى السيده اسماء الاسد كثير عم تدعم النوادي الروبوتيك وتقدم كل التسهيلات الممكنه. هذا كلياته عم بضل وفق الامكانيات اللي موجوده بالدول المتقدمه، بصراحه هو يعني جيد لكن لا يقارن ابدا بهذا المستوى. انا فيني اقول لكم انه ماده الروبوتيك هي ماده اساسيه باغلب الدول الاوروبيه، يعني فعليا هي ماده تدرس. صحيح. فالعدد اللي بيشارك فيها باغلب الدول الغربيه هو فرق عندها خبره، هي بتاخذها بالمناهج، فرقنا عم تتدرب بخلينا نقول مراكز خاصه بمراكز الجامعيه، عم بيكون في فرق فعلا بمستوى خليني اقول حتى الادوات في زمن قياسي. يعني صحيح صحيح، فهذا كثير كان عم بيشجعنا، والاهالي في اهتمام كثير من الاهالي، يعني احنا الطلبات اللي هي عم تكون لحتى نقدر نقدم هذا التدريب هو اقل بكثير من يعني الطموح واقل بكثير من لازم نقدمه لكل الشباب. هلا كل سنه عم بيكون في عدد من الفرق المشاركه، لكن بما انه عم تحكي عن ظروف يمكن اللي عم يتم التدريب فيها، خبرنا اكثر دكتور كيف عم يتم التحضير وايضا الدعم يلي عم تقدموه لهالفرق لحتى يوصلوا لهيك مستويات. نعم طبعا بالتاكيد نحن كدوله مشاركه بنعمل مسابقه وطنيه مثل بقيه الدول بالعالم. هاي المسابقه عاده بتكون قبل شهرين ثلاثه من المسابقه العالميه. في نوادي بتشارك من مختلف المحافظات، طبعا كجمعيه معلوماتيه وكاداره مسابقه بنحاول يكون في عندنا انشاء لاكبر عدد من النوادي. تقريبا نحن باغلب الجامعات السوريه باغلب في جمعيات كثير عم تشارك بهذا النوادي الروبوتيك. تقريبا عندنا حوالي 30 نادي بسوريا، في مجال كثير نوسعه بباقي الجامعات بالمدارس، عم نشتغل مع وزاره التربيه لحتى يكون في تطوير لهذا المجال بمدارس المتفوقين ان شاء الله. بعد ما بتصير المسابقه الوطنيه بناخذ نحن الاول بكل فئه من الفئات العمريه وبكل مسابقه
حسب النظام العالمي ليشارك في المسابقة العالمية. طبعا عملوا لهم معسكر شهرين أو ثلاثة شهور لحتى يكونوا مؤهلين بشكل جيد للمنافسة بشكل عالمي، وعادة بنأمن مجموعة من الخبرات والخبراء اللي ممكن يساعدوا هالفرق لحتى تاخذ نتائج مميزة. طبعا نتيجة مشاركاتنا صار عندنا خبرة أكبر، صار في عندنا مناقشات كثير مع المشاركين خلينا نقول من الدول الأخرى، وإن شاء الله في عندنا خطط طموحة لحتى نحسن نتائجنا ونوسع نطاق المشاركة. وهذا اللي بدي أسألك عنه دكتور مهيب، لما نقول نحن المشاركة بهي المسابقات بدها مواكبة لجميع يمكن التطور للأدوات المستخدمة في هي المسابقات، يعني احنا عم نقول عن إمكانيات بسيطة عن إمكانيات بديلة، قديش فعليا عم تقدروا تواكبوا هيدا التطور؟ نحن بنعرف التكلفة الباهظة لهيك قصص قديش مكلفة اليوم في سوريا، فقديش فعليا انتم عم تقدروا يمكن ضمن إمكانيات صعبة وظروف استثنائية عم تواكبوا هيدا التطور؟ صحيح، يعني انا بعطيك مثال، السنة الماضية الفريق الجامعي نفسه تقريبا اللي شارك هي السنة نتيجة عدم وجود بعض التجهيزات خرج المنافسات من الدور الأول. هاي السنة مشكورة السيدة الأولى، أمنت مجموعة من التجهيزات للكليات الجامعية واستفاد منها الفريق. نتيجة هاي التجهيزات قدر هذا الفريق يوصل للمرتبة الرابعة على مستوى العالم، ومثل ما حكينا كان منافس شديد، وحتى أعجب لجنة منظمة بتصميم هذا الروبوت. وتكلفة باهظة جدا من نقول الإمكانية. طبعا باهظة، خليني أقول يعني كل تجهيزة تقريبا مليون، أكثر من مليون تقريبا. يعني هي حتى مو مشكلة التكلفة، يعني كمان تأمينها، لأنه سوريا مقاطعة عندك حصار اقتصادي كبير، عم لاقي صعوبات كثير بتأمين التجهيزات اللي مننافس فيها بقية الدول. مع هالشي شبابنا عم يقدروا يلاقوا حلول بصراحة، عم يقدروا يتجاوزوا هالصعوبات وعم يقدروا ينافسوا. لو كنا بنفس الظروف بنفس خليني نقول بنفس البيئة كان أكيد يعني نتائجنا أفضل بكثير. يعني بيكون دائما في دعم للمبدعين والمتميزين والمتفوقين. يعني دكتور اليوم شو هي خططكم يلي عم تقوموا فيها لرفع مستوى اليوم هالفريق السوري؟ وأكيد في هدف كبير أنتم حابين توصلوا له. نعم طبعا اكيد نحن عم نشتغل على مستوى الكم وعم نشتغل على مستوى النوع. نحن صار عندنا كادر مؤهل، كادر فني مؤهل قادر انه يشتغل على الفرق. وقت عم بلش من الاعمار الابتدائيه فهدول بنقدر نوصل معهم للعمر الجامعي، فعندنا سنوات من التدريب يلي ممكن يحققوا فيه نتائج. هدول عم نشتغل على خلينا نقول تطوير خبراتهم، تطوير مهاراتهم، في توسيع على مستوى انتشار موضوع الروبوتك. حاليا نحن في عقد مع منظمة الأمم المتحدة للسكان لتدريب 400 طفل وشاب سوري بدمشق وريف دمشق وحلب. تقريبا بنهاية العام بينتهى هذا التدريب، بصير في عنا عدد فرق مشاركة تقريبا ضعف السنة الماضية. مثل ما حكينا نحن هدفنا كثير انه نقدر نوصل للشباب المبدعين، لانه كثير اهالي بيقولوا نحن ما اكتشفنا انه ابننا مبدع بهذا المجال الا لما بلش يتدرب وصار يعني توضح اهتماماته وابداعاته بمجال الروبوت. وهي نقطه مهمه دكتور اشارت الى اريج، انه نحن يعني عم بالاونه الاخيره في اهتمام كثير كبير للمبدعين واللي عندهم مواهب استثنائيه. قديش مهم اليوم صقل هيدا الطفل، لما نقول نحن بعمر كثير صغير بتاخذه بترعاه، يعني ابتدائي عم نحكي عن 6 7 8 سنوات، لما تصقله منذ الصغر بيكون انتاج دائما اكبر يمكن، والانتاج مختلف لما تكون الرعايه بعمر كبير. فقديش مهم نرعى اطفالنا اليوم، نستثمر هي المواهب اللي عندهم اياها، هي القدرات اللي نحن من خلالها بنحقق انجاز علمي مو فقط على مستوى الوطن العربي، عم نقول على مستوى العالم. صحيح كلامك سليم تماما. نحن عم نحكي على روبوتيك، يعني الطفل بعمر 10 سنين بيعرف شو يعني حساسات، بيعرف شو يعني محركات، بيعرف امور تقنيه ممكن للاوضاع العاديه ليوصل للجامعه لحتى يتعرف عليهم. عندنا قريبا مسابقه اردوينو، دارات الكترونيه بيركب الروبوت بايده بيركب الدارات. هاي الاعمار اللي عم تاخذ هالعلم من يعني من 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 مراحل مبكره، اكيد لما بيوصل للمرحله الجامعيه بيكون جاهز تماما لحتى يكون فعلا مبدع ولحتى يقدر يفيد البلد بامور واختراعات كثير كبيره. بيكون مهيئ فورا يعني. صحيح، يعني معرض باسل للاختراع والابداع اغلب خلينا نقول جزء كبير من الاختراعات هي كانت من الشباب اللي هن كانوا بالروبوتيك، لانه
اخذوا مهارات، تعلموا خليني اقول علوم كانت فعلا هي ما انا موجوده بالمتناول اليد، وقدرانين صاروا يسقلوا الموهبه تبعهم، يقدروا يقدموا شيء كثير مهم على مستوى البلد وعلى مستوى العالم بشكل كبير. هلا هالابداع العلمي اللي عم نوصل له عبر هالشباب المتميزين اليوم، كيف عم يتم تطبيقها يمكن على ارض الواقع للاستفاده منها، يمكن ان كان للتدريب للاجيال اللي القادمه اللي عم يخوضوا بهالمجال، او ان كان تنفيذها على ارض الواقع بما يناسب شيء مفيد؟ يعني بالتاكيد نحن عم نقدم العلوم والمهارات لهدول الشباب لحتى نقدر نستفيد منهم بمراحل لاحقه. اكيد في عاتق على كافه الجهات المعنيه لحتى يكون في تطبيق على ارض الواقع. يعني هالابداع ومثل ما حكيتي حضرتك بطلاب مثلا الجامعه في مشاريع كثير مهمه عم يقدروا يقدموها، ولكن هل يمكن تطبيقها بالصناعات بالتصنيع؟ هذا باعاده اعمار سوريا نحن هذا هدف كثير اساسي، لانه وقت عم نعمل اعاده اعمار للعقول الشابه هو بالنتيجه بيساعد باعاده اعمار سوريا وخلق صناعات متطوره تنافس الصناعات العالميه. هون بدها خليني اقول تضافر جهات عديده لحتى يتم الاستفاده من هدول الشباب ويتم الاستفاده من الاختراعات. انا بقول في كثير جهات علميه صارت قادره على انه تأمن رعايه لهدول الشباب وتأمن هي نقطه مهمه لما تقول وهي نقطه مهمه دكتور مهيب لما تقول يجب جميع الجهات المعنيه يكون في تشاركيه، يعني مو جهه، مو فقط وزاره التربيه او اي جهه حكوميه ان كانت او خاصه، يجب تشارك وتضافر الجهود لرعاية المبدعين السوريين. صحيح صحيح أكيد، يعني في دور لوزارة التعليم العالي، في دور لوزارة التربية، في دور لوزارة الصناعة، لهيئة التميز والإبداع، كلياتهم هدول يعني بالتشارك. طبعا في خليني اقول جهات عديده اخرى، ولكن تضافر هي الجهود اكيد بيوصل ليكون في نتائج كثير مهمه على مستوى البلد، ويقدر يكون في استفاده من هالاختراعات والابداعات اللي موجوده عند الشباب. حكينا على الانجاز العلمي والمراتب يلي اخذتوها بمشاركتكم الاخيره، لكن حابين نعرف شو كان شعور الطلاب والاطفال والشباب يلي حققوا انجاز علمي عالمي. يعني مثل ما حكينا لاخر لحظه، نحن طبعا قبل بدقائق اخذنا فكره عن النتائج، لاخر لحظه الشباب عندهم ثقه انه هن طالعين على منصه التتويج. اكيد كلياتهم كان املهم يكونوا بالمركز الاول، ولكن وجودنا على منصه التتويج بين هالفرق العالميه كان فعلا انجاز بحد ذاته. روسيا حصدت تقريبا اغلب المراكز، حتى المعلق يعني وقت شاف سوريا طلع اسمه اكثر من مره فقال يعني شو المنافسه بين روسيا وسوريا، يعني شو اللي عم بيصير بهي المسابقه. اكيد هو فخر لسوريا. أكيد. الجاليه السوريه بسان خوسيه كان لها كثير دعم كبير، حتى عملوا يعني مهرجان ضمن المسابقه. هذا كثير عطى بعد انه سوريا فعلا هي بعافيه، هي قادره على ان تكون ولاده لهدول المبدعين والمخترعين. طيب بالختام، نحن عم نودع 2017 هلا 2018 على الابواب، شو المشاركات القادمه في العام القادم؟ يعني نحن بصراحة برنامجنا كثير حافل، في عندنا مشاركات عديدة. المسابقة الـ WRO أو أولمبياد الروبوت العالمي هي أحد المسابقات اللي منطورة وهي أهم المسابقات. عندنا قريبا تعاون مع جمعية كلمات اللبنانية لإطلاق النسخة الجديدة من مسابقة الـ ARC، هي مسابقة تعتمد على دارات إلكترونية على دارات الأردوينو. السنة الماضية أخذنا بلبنان تقريبا كمان أغلب المراكز الأولى، كان الشباب كثير مميزين. رح نقوم بانتقاء مجموعة من الفرق للمشاركة على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي. في عندنا مشاركة بنهاية العام بالهند بمسابقة تحدي الروبوت، هي أول مرة مشارك فيها بمعهد بومبي التقني من معاهد التقنية المتطورة. رح نعمل اختبار لهذا العام لنتأكد قديش ممكن يكون في تعاون مع الجهات العلمية المتطورة. في عندنا مشاركة كمان مع الجامعة الأمريكية ببيروت، ونبلش تحضيرات من بداية العام للسنة القادمة بأولمبياد الروبوت العالمي 2018 رح يصير بتايلاند إن شاء الله. أكيد نتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله دايما بتحققوا مراكز مهمة بالمشاركات العالمية، وبضل علم سوريا مرفوع بالإبداع والتميز. وكل التحية لكل الفرق المشاركة بأي مسابقات، وشكرا لك دكتور. شكرا لكم. شكرا لك دكتور مهيب النقري المشرف على الفرق المشاركة بمسابقات الأولمبياد أو الأولمبياد الريبوت، شكرا كثير لك، نتمنى لكم التوفيق.